يعني استاذ احمد، مثل ما حضرتك تعرف واكثر المشاهدين ان الدبلوماسيه لديها يعني مجال محدود، مجال الدبلوماسيه محدود الى يعني لا يمكن استخدام الدبلوماسيه في قضايا مهمه، هناك مجابهه عسكريه. الدبلوماسيه تستوعب، من الممكن ان تستوعب حاله التصعيد او تخفض من هذا التصعيد، ولكن المواجهه هي ليست حديثه، المواجهه موجوده منذ وصول يعني منذ قبل وصول بايدن الى السلطه. كانت المواجهه مع نظام ترامب، مع اداره ترامب، والان المواجهه بين ايران، المواجهه تصعدت، يعني لم تنخفض هذه المواجهه. بوصول بايدن كنا نامل ان هذه المفاوضات النوويه ستنتهي، لان بايدن مع عوده الاتفاق النووي، ولكن بايدن لديه شروط. الاتفاق النووي لم يبقى كما عليه في عام 2015، اداره بايدن لديها مساطر ومحددات للعوده الى هذه الاتفاقيه، هذا ما لم ترضى به ايران ايام الرئيس السابق. اذا كيف سترضى به ايران ايام الرئيس المنتخب الذي سيستلم مهامه بعد ايام؟ فاذا القضيه في تصعيد، الدبلوماسيه لا يمكنها عمل كل شيء، لا يمكن الاستغناء عن المواجهه عن طريق الدبلوماسيه، لذلك